مرحبا بكم في داركم، مرحبا بكم في دار أبيكم الروحي القطب المكتوم في ابن أحمد التجاني. أيها الإخوة، نحن دخلنا خلوة القطب المكتوم، مركز إشعاع الطريقة التجاني، مركز بروز حضرة المصطفى بمدده وبإذنه صلى الله عليه وسلم. ها نحن في خلوة الشيخ التجاني، الخلوة التي تم فيها اللقاء بين المصطفى وبين الشيخ، بين الختمين، ختم الولاية المحمدية وختم الرسالة الربانية. ها نحن في هذا المركز العظيم، هذا المركز الجليل، هذا المركز الرفيع في شأنه وفي مقامه، مقام القطب المكتوم، خلوة القطب المكتوم، المكان الذي بزغ منه نجم الطريقة التجانية في كافة أنحاء العالم. ها هو المكان، هذا المكان الذي شرفه الله، هذا المكان الذي أعزه الله واختاره في أبي سمغون بأن يكون انطلاقة للمنهج التربوي الرباني الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لنا ولكم بهذا اللقاء العظيم، بهذا اللقاء الفخم الذي حبان الله به تعالى أننا تلاقينا في دار أبينا الروحي القطب المكتوم، على الله وبالله ولله وفي الله سبحانه وتعالى. تقبل الله الزيارة، ادخلوا إن شاء الله سالمين غانمين. كان له دعاء له ولإخوانه، فإننا لا نشك في رد الدعاء في هذا المكان. ادعوا بخير لإخوانكم وأخواتكم الذين أوصوكم بأن تدعوا لهم في هذا المكان الشريف، في هذا المكان المنيف، في هذا المكان العظيم. توجهوا إلى الله بالدعاء للحاضرين وللغائبين، للحاضرات وللغائبات، حتى يسهل الله للجميع الزيارة. ومرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم إلى عدد ما لا نهاية. بسم الله تفضل. بسم الله قدر. صلي يا ربي هذا السرير الذي تم فيه اللقاء بين الشيخ رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم، السرير ما زال على صورته، هذا ما زال على صورته من زمن الشيخ رضي الله عنه، هذا أصلا إن شاء الله. تدعون ما بدا لكم وتتبركون ما بدا لكم وتذكرون ما بدا لكم. أنتم في داركم، أنتم في داركم، مرحبا وسهلا. بسم الله تفضلوا بالجلوس، تفضلوا. أنتم في رحاب الشيخ التجاني رضي الله عنه. هذا مكان، هذا العمود كان يأتي، وين أخونا المترجم؟ هذا العمود كان يلتصق به حبل في هذا المكان، حبل. تاني تركن تنكر. هذا الحبل يوضع في العنق. تنطنا في لهرنيا. كان الشيخ رضي الله عنه حينما يريد تخريج ذكر الأعداد الضخمة الكبيرة في الذكر من الأسماء والتوجه إلى الله، هذا الحبل يوضع في العنق حتى إذا غلبه النوم يرجعه. لا يتركه ينام. Beliaunya Sayyid Tijani radhiyallahu anhu kalau berwirid di waktu berzikir itu ini dikalongkan di ini dan membawa tongkat membawa teken, waktu kalau ada orang yang ngantuk ditegurnya. Ini kayu itu ada kabel ke bawah. Ada tampar. Itu ada tampar bawah yang pas dari leher Muhammad. Jadi kalau Muhammad ngantuk dan bisa tidur. ومن هنا تقدرون أن الشيخ ما نال هكذا يعني. كان قد سبق هذا النيل وهذا الفوز اجتهاد عظيم وتوجه وعبادة دائمة إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك نال ما لم ينله غيره وفاق سابقيه ومن بعده، فحاز على مقام الختمية والكتمية. ولذلك صاحب المنيا يقول: وبعد شهر وليال ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى، مقامه المكتوم عن كل الوراء سوى النبي، ما وراءه وراء. وهنا في هذا المكان وعلى هذا السرير قال النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ: اترك جميع ما معك من أوراد الشيوخ،
لا منة لأحد من الخلق عليك، أنا شيخك ومربيك. فنسبه تلميذا لنفسه، فسنسبه تلميذا لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية الفضل والامتنان. فشيخنا رضي الله عنه واحد من تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباه وهو الذي رقاه وهو الذي ضمن له ولأصحابه. الحمد لله على الفضل. بسم الله، تفضلوا بالجلوس، تفضلوا بالجلوس، واذكروا الله سبحانه وتعالى وتوجهوا لله. نتيجي باقي كلمة شيخ.